اهلا بيك يا قمر، معانا منورنا النهارده في كاميرا دار الهلال. عايزين طبعا نقول لك الف مليون مبروك على الحرير المخملي وعلى الدور الجميل فيه، وطبعا ان انت كنت بتشارك كمان في التاليف فيه. فعايزين بقى نعرف بقى التفاصيل، بقى قلب الموضوع كان عامل ازاي. يعني الله يبارك فيك. الاول طبعا الحرير المخملي ده كان مسلسل 60 حلقه مستوحاه من روايه الحرير المخملي للكاتبه أمي معز الدين. احنا حاولنا من خلال الروايه ان احنا نعمل كده شويه قضايا مجتمعيه، يعني كل او على قد ما قدرنا القضايا اللي قدرنا نجيبها، ادمان، حب، انتقام، طمع، غيره، كل الحاجات اللي قدرنا نجيبها من الصفات البشريه، يعني قدرنا يعني حاولنا نحطها ندفرها مع حدوته الروايه يعني في المسلسل يعني بس. ونتمنى انه يعجب الناس يا رب يعني، وهم اللي يقولوا رايهم فيه يعني. هل مقرر عرضه قريبا على القنوات الفضائيه، ولا هو بعد ما هيتعرض في شاهد مفيش ليه عرض على الفضائيه؟ هو اتعرض على موقع ابلكيشن فيو، وهيتعرض على قناه النهار باذن الله خلال يعني ممكن اخر شهر يناير ان شاء الله يعني. حلو جدا. عايزين نعرف انت بتستعد لايه في الفتره اللي جايه، وايه ممكن تكون بتخوض تصويره في الفتره ديت، وبتستعد لايه؟ هو انا لسه مخلص هنا المماليك التمثيل بقى يعني يعني طيب شغل. عايزينك بقى تكلمنا عن نبذه صغيره عن دورك في المماليك. لا انا بعمل شخصيه الباشمهندس ماجد، ده راجل مهندس في شركه اي تي، ويعني انا مش عايز احرق بس يعني هو الحدوته بتاعته عن الاخلاص في الحياه الزوجيه بس. ونشوف بقى باذن الله في المسلسل يعني. اكيد ان شاء الله. طيب احنا عايزين نعرف بقى على الجانب السينمائي، هل في حاجه معروضه عليك بتقراها، او في حاجه بالفعل انت بتخوض تصويرها في الفتره دي؟ لسه ان شاء الله كده، دعواتكم ربنا يكرم باذن الله. عايزينك بقى تقول لنا كلمه صغيره لتلفزيون دار الهلال وللمتابعين بتوعه. تبع مؤسسه دار الهلال الصحفيه، ده هايل يعني. انا طبعا ده انا شرف ليا ان انا اطلع على شاشه دار الهلال، المؤسسه الصحفيه العريقه يعني اللي احنا تربينا كلنا على اصداراتها يعني. ف يعني اتشرفت بيكم ومنورنا. 2021 بتخلص وهتبتدي 2022، عايزينك بقى تقول كلمه وبتتمنى ايه للجمهور بتاعك. والله انا اقول للناس كل عام وانتم بخير، وربنا يجعله عام خير وبركه وسعاده ونجاح وتقدم ومحبه وسلام، وربنا يعني سيبونا من الارقام 21 22، ربنا يجعل الايام كلها يا رب ايام خير ونجاح على الناس كلها يا رب وعلى البشريه كلها باذن الله. امين يا رب. نورتنا وميرسي ليك جدا. ميرسي.